الديوان الملكي يعلن منذ قليل وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود وتفاصيل موعد صلاة الجنازة على الراحلة. صدر منذ قليل بيان من الديوان الملكي السعودي، ووفق البيان فقد انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسوف تقام صلاة الجنازة على الراحلة صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود بعد صلاة المغرب غدا الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وذلك بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. وختم البيان بالدعاء للراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يسكنها في سيح جناته. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الأميرة سارة، ولكن حتى الآن لم يعلن أي مصدر موثوق سبب وفاتها بشكل رسمي. رحم الله الفقيدة وأسكنها في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.